السلام عليكم. معانا اسماء الجميله القمر دي كان بقالها 20 سنه ما بتقفش ولا بتمشي، كان عندها نقص اكسجين في المخ وهي صغيره، ونقص الاكسجين ده ادى الى شلل حركي، شلل رباعي، وزي ما انتم شايفين. وكانت لي مامتها قالت لي هتمشي، قلت لها ان شاء الله ربنا معانا، واحنا في اول شهر بفضل الله اسماء بتمشي وبتقف لوحدها بعد 20 سنه ما بتتحركش، شلل رباعي بعد السي بي، مرض السي بي اللي هو كان نقص اكسجين في المخ وهي موجوده. يعني بفضل الله مامتها بقى تقول لكم، لان مامتها بقى تقول لكم هي. انا بقول لك انا هات ابوسك الاول، هات ابوسك الاول. ربنا يبارك لك يا رب. والله هي احنا غبنا 19 سنه وربنا بعتها كده، ابوها شافها سنه ومات، ولفت بها الدنيا كلها، والكل اللي يجي يخطبها ويمشي ويقول ده مش هتمشي، اهي مشيت اهي، ما تعيطش. حسبي الله ونعم الوكيل، بس في الظالم يا رب. اهي ماشيه، اهي ماشيه، كل الناس اللي قالوا ان هي مش هتمشي واقفه. ربنا اسمع حبيبي معاكي طقم، والله ربنا يبارك لك حبيبتي، ربنا يبارك لك. على فكره احنا فرحتنا.